بيكم في Arab Icons Award. منوراني النهاردة الممثلة العراقية ومقدمة البرامج وملكة جمال العرب لعام 2021 مارينا العبيدي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. منورانا النهاردة حبيبتي. شرف لي أني أكون معكم اليوم. أكيد أنت مشرفانا النهاردة. النهاردة بتتكرمي كأفضل سيدة أعمال. أيوة. بعيدا بقى عن كل اللي أنا قلته ده أنت كمان سيدة أعمال ما شاء الله. قولي لي عملتي ده كله إزاي؟ والله بتعب فعلا بتعب. قولي هاي مال سيدة الأعمال. أنا والدي أصلا دكتور ورجل أعمال فهذا الشيء أنا ربيت عليه. كنت شوي شوي يعني بديت بشيء صغير عن طريق والدي وبعدين الحمد لله هسه صار الموضوع توسع أكثر وأكثر. الباقيات بفضل ونعمة من رب العالمين خلال 5 سنوات أنا قدرت أسوي اسمي. ما شاء الله 5 سنوات. خلال 5 سنوات قدرت أسوي اسمي بالوسط وهذا شيء مو سهل لأنه إحنا عندنا بالوسط أسماء كبيرة وأنت تعرفين يعني الشهرة أكو شهرة سلبية وأكو شهرة إيجابية. بس الشهرة الزينة ما تجي بالسهل. إنك توصلي للشهرة الزينة زي ما أنت قلتي. أي ما تجي. حاجة صعبة. صح. طيب قولي لي إيه أعمالك الجاية؟ تمثيل. ان شاء الله بمجال التمثيل. ان شاء الله عندي مسلسلين هسه على رمضان بدنا نصورهم ببغداد ان شاء الله. كان من المفترض ان انا اصور مسلسل هنا بمصر بس للاسف ما قدرت اوازن بين البلدين. خساره لينا طبعا. خساره لي اكيد بس ان شاء الله هاي الخطوه الجايه ان شاء الله بعد هسه ان شاء الله طبعا. والبرامج في برامج البرامج هسه انا شوي موقفتها لانه التمثيل جدا صعب. انت مركزه اكتر في التمثيل وفي سيده الاعمال بما انه هسه موسم رمضان وانت تعرفين عندنا احنا صعب. رمضان موسم ضغط بيكون ضغط جدا كبير فاركز على التمثيل والباقي ان شاء الله خلال الايام. قولي لي ايه رايك النهارده في الحفله؟ حفل جدا جميل طبعا. جدا سعيده انه انا اكون موجوده ويا مبدعين من جميع أنحاء الوطن العربي طبعاً. بأحضان مصر أم الدنيا. هذا الشيء طبعاً مصر دائماً تجمعنا بإيفنتات جداً جميلة وإن شاء الله يا رب الجاي بعد أحسن وأكثر. إن شاء الله دائماً معنا ودائماً متألقة كده وأمر. حبيبتي أنت الأمر. نورتينا حبيبتي. شكراً جزيلاً. شكراً. باي باي. وده كان لقائنا مع الفنانة والنجمة ومقدمة البرامج وكل الحاجات الكتير دي ما شاء الله طبعاً تاتش وود مارينا العبيدي. شكراً. زي ما قلت لكم بغداد وأهل بغداد أكيد كلنا بنحب بغداد. حد هنا ما بيحبش بغداد؟ كلهم بيحبوك أهو. معانا أصغر سيدة أعمال ومستثمرة الفنانة ملك الجمال العرب مارينا العبيدي فلتتفضل. هتسقفوا يا جماعة لسه ما كلتوش؟ بتاعتي والسوق بتاعتي ان اللي بصيت لقيت مارينا نفس الاوتفيت بتاعي فقلت لها كده مش هينفع. بس احنا عايزك بقى تقولي لنا ايه اللقب الجديد اللي انت ناوي ان انت تقوله لنا. ايه بتفتكري هو اللقب الجديد اللي احنا هنديه لك دلوقتي؟ اول شيء مساء الخير عليكم جميعا. انا جدا سعيده بوجودي ويا ايقونات من المبدعين من جميع انحاء الوطن العربي باكيد مصر ام الدنيا. اللقب ما ادري خالص. انتم كريمين وانا استاهل. وقعتني. طيب اوكي. الايقونه ونعلم على اللقب من رئيسة المهرجان الأستاذة حنان حسين فلتتفضل تقول اللقب الجديد لمارينا. أول حاجة أنا شهادتي في مارينا متروف صراحة يعني أنا بحبها بشكل شخصي ومن قلبي وعايزة أقول لك بجد إنك تستاهلي أكتر من كده بكتير
واحنا ندي ملك الجمال العرب قبل كده، النهارده هتاخد ايقونه جميلات العرب، وكمان افضل سيده اعمال صغيره ومستثمره على مستوى الوطن العربي. الف مبروك، وساب تصويرها علشان تيجي تحضر. شكرا. مع مين بقى؟ مين عشان بره؟ بسرعه بسرعه، جيب له كارت العصابه بسرعه.